المدرسة مستنينك، أي غلطة ممكن يطبدوك، وأنا من ناحيتي سأليش منك. خلاص ركز بدروسك. هاي مين هاي؟ ميساء من القدس، اليوم نقلت مطرت مدرسة العطية. شفتكم واقفين عند العلم وبتحكوا، شو ناويين نتساو؟ ممنوع نضل محايدين إذا الواقع حوالينا، حتى احنا نغير العلم، عادي نحط علمنا فوق بدل علم إسرائيل. بتحكي جد؟ آه. شو رأي ميساء بكل الموضوع؟ ميساء كثير حبت الفكرة. مبسوط إن كل الشيء اللي عم تتجمع هون. لا بس أجيت أشوف إذا بدك نطلع الفعالية بكرة مع بعض. طوب ما شمعت ما يومو عبوتش لأمات ورقاي ركاش بقى كده اللي هستير تعابل في خلق من بروجكت محكاش الفلسطين. يلا يلا كخومي بو وزي إسرائيل إن بو فلسطين وسا شو يعني دخلك خططك؟ يعني بدك تحرر القدس؟ آه غير نعمل ضجة كبيرة، بس لازم ننتبه. تامر علو أنت وحياتك، لأنه أنت مفروض تعلق صفات. ليه بكاش تعلق أنت؟ هاي الخطة خطتك صح؟ شو أنا بطلت مأمل بالخطة؟